استغرقنا كثيرا واستنزفنا كثيرا من الوقت في الجدل العقيم العبثي، هل هو انقلاب أم غير انقلاب، شرعي أم غير شرعي وما إلى ذلك. فلنوفر على أنفسنا الوقت ولنذهب ولننزل إلى الميدان، إلى الميدان واضحين، نحن بشجاعة نقول إن هذا انقلاب ونعارضه ونتمسك بالشرعية. يريد ستر عورة البرلمان بتعيين امرأة ولا يعرف أننا نعرف أنه يرفض مساواة المرأة بالرجل. أقول إنما بني على باطل فهو باطل، المسألة ليست مسألة رجل أو امرأة، كل ما سيأتي بعد ذلك من نقاش لا قيمة له. لن تكون رئيسة حكومة ولن تكون وزيرا أول، بل ستكون فقط خادمة للسلطان منفذة لأوامره. فلماذا نفرح وكيف نفرح بأول امرأة تستغل تمتهن امتهانا في سلطة غير شرعية، تقدم كقربان لتبييض انقلاب؟ لماذا نفرح؟ هذه إهانة للمرأة حقيقة. وانتهى الحلم هذا، أيقظتني طرقات فوق بابي، فتح الباب، افتح الباب لنا يا ابن الزنا، افتح الباب لنا، إن في بيتك حلما خائنا.